السلام عليكم شباب. بهذا الفيديو راح نتكلم عن التكامل بالتجزئة الـ Integration by Parts. الـ Integration by Parts بقانون ثابت، هذا ينحفظ يعني، اللي هو تكامل الـ U dV يساوي U dot V minus تكامل الـ V dU. طيب، هذا ينحفظ القانون، حفظ مشتق من مشتق الضرب دالتين. إذا تتذكر قانون مشتق الضرب دالتين، راح نسوي بعض العمليات حتى نوصل لهذا القانون. طريقة اشتقاق هذا القانون موجودة، لكن ما نتكلم عنها بهذه المحاضرة. اليوم شلون نستعمل هذا القانون. طبعا عندي طريقة هنا سريعة جدا لحل أي سؤال تكامل بالتجزئة، بس قبل ما أبدي بحل السؤال بالتكامل بالتجزئة لازم أعرف هل هذا السؤال يحتاج تكامل بالتجزئة. يعني أول شيء أشوف إذا أقدر أحله بالسبستيوشن، يعني بعد ما داعي أحل بالتكامل بالتجزئة، وممكن ينحل حتى بالسبستيوشن، ممكن ينحل بالتكامل بالتجزئة، بس يعني ممكن نشوف إذا ينحل بالسبستيوشن ممكن تكون الطريقة أسرع وأسهل. فشون نعرف إن السؤال ينحل بالسبستيوشن أو ما ينحل؟ نشوف الدالتين، هل واحدة مشتقة الثانية؟ ندور على المشتقة، يعني واحدة من عندهن مشتقة مال الثانية. هنا في الحالة الـ x إذا أجي على هاي داخل القوس x مشتقتها واحد، وإذا أجي على الـ x هاي مشتقتها واحد، فما عندي واحدة مشتقة الثانية. شلون أحل التكامل بالتجزئة؟ هنا أول شيء تكتب هذا القانون تنزله، تمام، وتفرض u، تفرض u، تكتب u وتكتب v، تمام. أنا هنا راح أسوي جدول، هذا الجدول يسهل لنا العملية بشكل، يعني أنت تكتب هذا القانون، يعني حتى لو ما تعرف المهم تكتبه وتكتب جوا الحل اللي يجيك من هذا الجدول. هسه نشوف هذا الحل شلون أجيبه. أختار دالة U وأختار دالة V. طبعا إيش لازم هنا أنا أحدد، لازم أعرف شلون أختار. إذا أجي على U لازم أختار لي دالة من أشتقها تتبسط، يعني مثلا إذا أخذت الساين x، إذا أبقى أشتق بها أحصل ساين كوسين ساين كوسين ساين كوسين، ما تتبسط عندي. بس إذا أجي على x وأشتقها شو تصير؟ مشتقة ال x واحد، مشتقة ال واحد صفر. إذا ال x هي اللي تنحط باليو، يعني هي اللي أريد أشتقها، يعني هي راح تتبسط وتوصل لي للصفر. فباليو هنا أنا أحط لي ال x، دالة ال x مثل ما قلنا عند دالتين، دالة ال x ودالة الساين. طيب هنا أنا ما ننسى عندي إشارات موجب سالب موجب سالب، يعني تكمل موجب سالب موجب سالب، ايش قد ما عندك مشتقة تكمل هالإشارات، هاي موجودة بالقانون ثابتة يعني، تمام. من اختارت دالة اليو، تمام، اغطي اليو اللي اختارتها، والباقي كل الباقي اسميه في. هسه اغطي الاكس بقى عندي الساين، اذا ساين اكس هو الفي. طيب خلينا نكتب ساين اكس ساين x. طيب هنا الساين هاي ال v لازم اكاملها، واليو لازم اشتقها. طيب خلينا نجي نبدا بالمشتقه، اليو مشتقه ال x واحد، ومشتقه ال واحد صفر. خلصنا هنا، هنا صار عندي ثلاثه، اذا هنا هم اسوي ثلاثه. تكامل الساين سالب كوساين، تمام، وتكامل السالب كوساين السالب ينزل ساين ساين x. طيب هسه هنا أنا شلون أكمل الحل؟ خلي أغير اللون، أقول هنا أنا أمشي هيك، أمشي هيك أضربها وخلص الحل. هنا أنا خلص الحل. هسه هنا أنا بقى بس أنقل، أقول هنا أنا إشارة الأكس موجب، تمام، أكس في كوساين أكس، فالشي يصير عندي الناتج، يعني أنا هذا قانون كاتبه وأكتب جواب وتساوي أكس في سالب كوساين أكس، إذا سالب x تنزل والكوسين x تنزل. طيب هاي أول حد. أجي على هذا، هنا أنا عندي واحد وإشارته سالبة ومضروبة بسالب ساين، يعني راح يصير عندي إشارة موجبة سالب في سالب موجب، واحد في ساين تبقى تنزل ساين نفسه ساين x. طيب عندي شيء بعد ما عندي، إذا زائد c. بكل بساطة خلص التكامل هنا عندي. فمثل ما قلنا شو أسوي؟ هذا القانون أكتبه ديفولت، بس حتى الاستاذ يعرف ان انا اعرف القانون، هنا القانون يكون
وهنا الحل. وبكل بساطة تقدر تسأل أي سؤال بهذه الطريقة. خلينا نشوف الأسئلة التالية شلون نقدر نحلها. بس عندي هذا السؤال الأول، يا اختيار بي اختار سالب x كوسين x زائد سين اللي هو هذا. أي يقول لي تمام حلك صحيح. نحول على السؤال الثاني. السؤال الثاني عندي x لن x، تمام. نكتب القانون اللي هو ال u تكامل u dv يساوي v dot u minus تكامل ال v du. هذا تحفظه، تسوي الجدول تمام، إشارة تخليها موجب سالب موجب. طيب عندي x وعندي ln x، ياهو اشتقة وياهو كاملة. طبعا هنا انا u اختار واختار v، u اشتقة وv كاملة، ياهو اختار u ياهو اختار v. اذا اختار ال x u لازم اشتقة، اذا اعرف ان ال x اذا اشتقة ينزل راح يصير x مشتقة ال x واحد مشتقة واحد صفر تمام. لكن ln x اعرفه كاملة؟ ما نعرفه كاملة ln x، وحتى نعرفه كامل ما نعرفه، بس التكامل راح يصير معقد. فأني أفضل إنه أخلي ln x بالمشتقة، لأن ال x أنا أعرفه كاملة وln x أعرف أشتقة، فأخلي ln x بالمشتقة ln x تمام. وبالتكامل بال v أخلي x. طيب هنا أنا إيش راح يصير عندي؟ مشتقة ln x واحد على x، واحد على x يعني x أس سالب واحد، مو صحيح؟ وتكامل ال x بدي x تربيع على 2. طيب أخذ لمشتقة ثانية، أقدر هنا أنا أوقف، لأن بقى إذا نظل نشتق هسا هذا ln x إذا أبقى أشتق به راح يصير x أس سالب 2، x أس سالب 3، x أس سالب 4، ما راح يوصل لي إلى نتيجة، وهذا شقد ما أكامله راح يزيد. هنا ولا واحد من الطرفين راح يوصل للصفر. ف يعني كل ما اشتق هسه انا هنا اشتقيت ووقفت، خلي اشوف هنا اشتقيت ووقفت ليش؟ هذا اني اقول هذا السطر هذا السطر اشوف ايش بقى على احد هذا السطر، ولا كل خطوه اشتق اقول هذا السطر اعرفه كامله. اذا اني نعرف كامل هنا عندي اكس السالب واحد مضروب باكس تربيع على 2، فبس اكسات اعرفه كامله، يعني اذا اضربها اثنيناتهم راح اعرفه كامله. إذا اللي هنا أوقف أوقف، شو أسوي هسه؟ أرسم الخطوط هاي اللي عندي، خط واحد راح يصير تمام، وخط ثاني أجيبه من الإكس إلى هنا، مو وقفه ثاني هنا، يجي أجيب هذا الخط تمام. خلينا نشوف شو راح يصير عندي الحين حتى تفهمون هاي الخطوط شلون صارت. هسه أول خط نعرفه إحنا، أقول ذني أضربها، وش يساوي الناتج؟ راح يساوي عندي لأن الإكس تمام في x تربيع، في x تربيع على 2 هاي واحدة إشارتها موجبة. هنا أنا عندي إشارة سالبة، أنزل إشارة سالبة، هذني اللي حددتهن بهذا المربع الأحمر أخليهن داخل تكامل، اللي وقفت عدهن أخليهن داخل تكامل. مش عندي x أس سالب واحد صحيح مضروب x تربيع على 2، وإشارة سالبة خليتها برا التكامل. طيب هسه نكامل، لازم الجزء الأول هذا خلصان منه، يعني هذا الجزء الأول نفسه الناتج حقه، لأن ال x وعندي x تربيع على 2. طيب الناقص هذا النص عندي 2 بالمقام، خلي أطلعها برا النص، تكامل x أس سالب واحد في x تربيع عند الضرب تجمع الأسس يبقى عندي بس x. إذا تكامل ال x موضوع بسيط ويساوي، خلينا نقول لأن ال x وعندي هنا x تربيع على 2 ناقص هذا النص ينزل تكامل x x تربيع على 2 خلاص الحل زائد سي تمام. إذا عندي ذني ما يوصل للصفر ولا طرف يوصل للصفر، وحتى إذا يوصل للصفر وتعرف مثلا
أقدر أوقف وين ما أريد، أقدر أوقف وين ما أريد وأكامل. فهنا هذا الطرف ده يزيد عندي، يعني هسه هذا لو أظل أشتقى، إحنا بالمشتقى دائما ننقص من الأس، هو أصلا أس سالفة راح يزيد يزيد يزيد، وهنا إذا نظل نكامل هم راح يظل يزيد يزيد يزيد، ما راح نوصل لنتيجة. فنوقف الأقرب تكامل نعرف نحله. هسه هذا أنا أعرف أحل الإكس سالب واحد في إكس تربيع، فأوقف عنده وأخليه داخل التكامل. هسه تجينا هواي أمثلة مثل هذا السؤال، هذا الشيء كل شائع بهاي الطريقة. طبعا بالمناسبة هاي الطريقة سموها طريقة الجدول، أو سمعت أستاذ سماها التكامل الأنبوبي. فهسه خلي أشوف لا ناتج الصحيح طلع لي شوية. مش عندي اكس تربيع على 2 ناقص اكس 4، اكس تربيع على 4 يعني، يعني هذا نص في نص، هنا اشارة سالبة فالدي تمام الحال صحيح الدي. نحول على السؤال الثالث. هنا بالسؤال الثالث مثل ما قلنا، أول شيء ندور على التكامل بالتعويض اللي شارحه قبل بالمحاضرات السابقة. هنا هذا السؤال مثل ما أشوف الـ US X أو الـ X الأس مالتها ما موجودة المشتقة مالته، ولا هذا القوس موجود المشتقة مالته برا، فنختار U ونختار V. أسوي الجدول أكتب U هنا وأكتب V. طيب حط موجب سالب موجب سالب ياهو اللي اشتقى وينزل. بعرف الـ US X متى ما يهمها مشتقة تكامل تبقى نفسها، فهذا إذا أخذت القوس بالمشتقة هو راح يصغر، فأختار هذا الـ U X زائد 2، فأخلي X زائد 2. طيب وهنا أنا US X مشتقة الاكس زائد 2، هذا الاكس مشتقة 1 2 0 مشتقة 1 0 تمام. اي اس اكس ينزل نفسه اي اس اكس تمام. هسه نجي نخلي هاي الخطوط المائلة، اقول هذا في هذا وهذا في هذا تمام، ونحل. هسه نقول طبعا هذا كان ما تكامل، ما ننسى تكامل U dv يساوي U dot v minus تكامل v du ويساوي عندي x زائد 2 في يوز x إشارة موجبة x زائد 2 نخليها بين قوسين في يوز x، وعندي هذا السالب 1 في يوز x فناقص يوز x خلاص زائد سي، وهذا الحل بكل بساطة. خلينا نشوف ياهم من الحلول. هنا أشوف الخيارات اللي عندي ولا واحدة من عندهن تشبه الناتج اللي طلع لي، فأهم أجي أبسطه أكثر يعني. خلي أقول أدخل الـ US X على القوس، شو راح أصير عندي؟ راح أصير عندي X US X صحيح زائد 2 US X وهي ناقص US X زائد سي. بس هنا عندي 2 اي اس اكس وواحدة اي اس اكس راحت، فراح يبقى 1 اي اس اكس، يعني هاي تروح وهاي 2 تروح، راح يبقى عندي اكس اي اس اكس زائد اي اس اكس زائد سي. ياهم من هنا يشبه الناتج هم ماكو، بس اذا اطلع الاي اس اكس عامل مشترك راح يشبه عندي السي. فخلي اطلع الاي اس اكس عامل مشترك، أقول x زائد 1 تمام في يوز x زائد c. إذن هنا الناتج صار عندي يشبه c، خيار c ندوس خيار c يطلع تمام حل صحيح. فنحول على السؤال الرابع. تمام هسه وصلنا للسؤال الرابع. نشوف السؤال الرابع. إذا نشوف هنا مثلا أول شيء مثل ما قلنا ندور على التكامل بالتعويض، أقول هذا القوس مشتقة موجودة برا، عندي X تربيع وبرا موجودة X، إذن المشتقة موجودة نقدر نحل تكامل بالتعويض. لكن هنا هو أصلا بالسؤال طالب من عندي integration by parts،
يعني نقدر احلها بالانتجريشن باي بارتس. فالسؤال اللي قبل التعويض ممكن ينحل بالانتجريشن باي بارتس، ماكو اي مشكله. فتمام، خلي نختار اليو ونختار الفي، اسوي جدول مثل ما عرف، خلي اليو وخلي الفي، اقول اليو ياهو اختاره ياهو اريد ابسطه، حتى المشتقة دائما تبسط الامور، التكامل يعقدها. خلي الاشارات، خلي اشارات موجب سالب موجب، اقول اني هذا القوس اختاره يو حتى بالمشتقة يبسط، والاكس اخليه في. فالقوس 3 اكس تربيع ناقص 2، والفي اختار اكس. طبعا هو ماكو اي مشكلة اذا تختار الفي هذا وتختار اليو هذا، الحل راح يصير شوية معقد اكثر، بس مو غلط، راح يبقى هم الحل صحيح، بس راح يكون الخطوات شوية معقدة اكثر. تمام، هسه اذا اجي اريد اشتق هذا القوس، نشتقه مرة، عندي 3 اكس تربيع شو تصير؟ 2 تنزل تصير يعني 6 اكس. تمام، مشتقة 6 اكس 6. طيب ومشتقة 6 0، خلينا نخلي هنا اشارة سالبة 0. تمام، هذا الجزء الاول خلاص. الاكس تكامل شنو؟ اكس تربيع على 2. تمام، اذا اجي هم كاملة راح يصير اكس تكعيب على 2 في 3 6 يعني على 6. وهنا هم اذا اجي كاملة راح يصير اكس اس 4 على 6 في 4 24. تمام، هسه نجي نخلي الخطوط. طبعا هنا عندي خيارين، اقدر اخلي الخطوط كلهن، يعني اقدر اقول هذا في هذا وهذا في هذا وهذا في هذا. تمام، واقدر اوقف هنا واكامل، ماكو اي مشكلة، يا طريقة تريدون اسهل ما ادري، ما تفرق. نخلي هاي الخطوط اول يعني كلهن. تمام، وهذا اوقفه على السطر الثاني مثلا وسوي التكامل، هذا كواجب. طيب هسه شو يساوي؟ بعد ما راح اكتب القانون هذا لان وايد كرر، المهم تحفظوه انتو. 3 اكس تربيع ناقص 2 في اكس تربيع، خلي اكتبها 3 اكس تربيع ناقص 2، طبعا القوس كله مضروب في اكس تربيع على 2. طيب هاي هنا عندي اشارة سالبة، وهذا 6 اكس في اكس تكعيب على 6، طبعا 6 تروح الى 6 فيبقى عندي اكس في اكس يعني اكس اس 4 اكس اس 4. تمام، وهنا انا عندي 6 في اكس اس 4 على 24، ال 24 ايش قد بيها؟ بيها 4، اذا يبقى عندي موجب اكس اس 4 على 4. طيب زائد سي، خلاص الحل. يبقى هنا شلون نبسط حتى نلقى واحد من الخيارات هو صحيح. طيب اول شيء خلينا ندخل هذا على القوس، عندي اكس تربيع على 2، خلينا ندخلها على القوس. ايش راح يصير عندي؟ اكس تربيع في اكس تربيع راح يصير عندي اكس اس 4 و 3 على 2. تمام، وادخل هم راح يصير عندي سالب 2 و 2 تروح تبقى عندي اكس تربيع وناقص اكس اس 4 زائد اكس اس 4 على 4 زائد سي. تمام، هسه اذا نلاحظ عندي اكس اس 4 مكرره 3 مرات، فخلي نشوف قيمها ايش قد. تمام، ايش عندي؟ عندي 3 على 2 مو صحيح، وعندي 2 على 1 على 4 ناقص 1. فهنا أنا عملية جمع بسيطة، أقول هاي 3 4 3 على 2 أقدر أسويها 6 على 4 مو صحيح، 1 على 4، وهاي الواحد أقدر أسوي 4 على 4. فالمقام عندي 4 و 6 زائد 1 7 ناقص 4 عندي بقى 3.
3 على 4 موجبة. إذا ما يساوي 3 على 4 x أس 4، وش بقى عندي؟ هذا x تربيع ناقص x تربيع زائد c. إذن هنا أنا وصلت للناتج ال b. لا أشوف هذا الناتج موجود بال b بالضبط. هذا الناتج حليناه هنا لأن بالتكامل integration by parts. هيك شكله الناتج يطلع إذا سوينا integration by substitution. طبعا هن الاثنين هم مساويات، يعني هذا القوس إذا تفتحه راح تحصل هذا الشيء، فالناتج نفسه، لكن الطريقة راح تعطينا شكل مختلف للناتج، لكن الناتج يعني نفسه بالضبط. يعني هذا يساوي هذا، فنختار البي. اوكي يقول لي you go to try. تمام، نحول على سؤال آخر، سؤال الخامس. هنا بالسؤال الخامس عندي x تربيع عندي كوسان x، مثل ما نعرف هذا القوس البرة هيش ما يأثر، يعني هذا نفسه يساوي تكامل x تربيع كوسان x dx. هذا القوس ما عليه أس يعني ما يأثر عندي، فياهو نختار ال U ياهو نختار ال V. مثل ما نعرف ال U نختاره حتى يصغر وال V تكامل. عندي ال X تربيع ممكن يكون ال U، يعني إذا اختار راح يصغر يصغر X تربيع، وال V ممكن تكون كوسان، نعرف نكاملها. طيب أخلي الإشارات مالتي موجب سالب موجب سالب. ال X تربيع نشتاقها 2X، نشتاقها مرة ثانية تبقى 2، مرة ثانية 0. طيب الكوساين تكاملها ساين، ساين X تكامل الساين سالب كوساين X. لا هذا صار بغير سطر، سالب كوساين X. طيب وتكامل سالب كوساين X هم سالب ساين X. طيب هسه نجي نسوي طريقة مع هاي، نخطط يعني من X تربيع نضربها في ساين، وهاي هيجي وهاي هيجي. طيب ونطلع الناتج بكل بساطة. عندي X تربيع مضروب بالساين X، طيب ويساوي X تربيع ساين X إشارة موجبة، مش عندي هنا إشارة سالبة، وهاي عندي هنا سالب فموجب راح تصير موجب 2X كوساين X، 2X كوساين X. مش عندي بعد هنا إشارة موجبة، وهاي الساين سالبة إشارة سالب 2 ساين X. تمام زائد سي، خلاص الحل. فياها من الحلول نشوفه اللي عندي. طبعا هنا بالخيارات هو يطلع عوامل المشترك وهاي الامور يسويها، فلازم نسوي مثله حتى نعرف الحل الصحيح. فمثل ما نشوف عندي الساين موجود بمكانين صحيح، فاطلع عامل المشترك اكتب هنا معامل الساين اكس تربيع، وهنا معامل الساين سالب 2، انزل سالب 2 واخلي الساين اكس برا. ايش بقى عندي؟ بقى زائد 2 اكس كوساين اكس اشاره موجبه، زائد 2 اكس كوساين اكس زائد سي. ياهم الحلول نشوفه، راح نشوف الحل هو سي، فنختار السي. يقول لي تمام well done. نحول على السؤال السادس. تمام السؤال السادس عندي بي اكس تربيع a اس اكس، فنسوي الجدول. طيب ياهو اللي اخلي يو يا اخلي بي اليو اكس تربيع، ليش؟ لان من نشتق راح يقل ويصير صفر، فنخلي اكس تربيع. طيب والاي اس اكس نخليها حتى دان كاملها، هي الاي اس اكس ما تأثر كاملها، نشتقها نفس الشيء. نخلي الإشارات موجب سالب موجب X تربيع مشتقاتها 2X، مشتقات 2X 2 أحتاج هنا بعد إشارة سالبة، مشتقات 2 صفر.
EOS X أسهل شيء هذا. EOS X تمام. هسه نجي مد الخطوط، هذا في هذا وهذا في هذا وهذا في هذا. تمام. إذا الناتج بكل بساطة طبعا تكتب القانون أنت فوق اللي هو هذا التكامل ال V U دي V يساوي U دوت V ماينس تكامل V دي U، وتنسى هذا كتبه فوق لأن هو قانون الانتجريشن باي بارتس، هذا قانونه. وبعدين هنا أخذ الناتج X تربيع يوس X يوس X بربط دني أول اثنين، بعدين دني الاثنين 2 X يوس X شارة سالبة طبعا عندي سالب 2 X يوس X، وهنا عندي إشارة موجبة 2 يوس X زائد 2 يوس X زائد C. خلص الحل هنا عندي. فنشوف ياهم من الحلول، الحلول كلها مطلعة على المشترك، فهم نطلع اليوس X على المشترك. كل الحدود عندي بهن يوس X، فخلي اطلع اليوس X برا. تمام. هنا يبقى عندي X تربيع، وهنا يبقى عندي 2 X سالب 2 X، هنا يبقى عندي 2 زائد 2 زائد C. إذن الحل B، لا مو B، عندي سالب موجب، إذن الحل A. تمام well done، يقول لي حلك صحيح. نحول على السؤال السابع. السؤال السابع عندي B جذر X ولن X. السؤال شو شكله؟ خوف. ف U و B هاي خطوات ثابتة، نسوي جدول، خلي إشارات سؤال. طيب لن الاكس دائما نخليه بالمشتقة لان ما نعرف نكامله، فنقول لن الاكس. تمام. فشو يبقى عندي هنا؟ جذر اكس. جذر اكس للبساطة حتى نبسطها نقول اكس اس نص واحد على اثنين حتى نعرف نكامله. طيب هسه خلينا نجي بالبداية على المشتقة، لان الاكس مشتقة شنو؟ واحد على اكس اللي هي اكس اس سالب واحد. اكس اس سالب واحد تمام. مشتقة مرة ثانية يصير اكس اس سالب اثنين، يعني سالب اكس اس سالب اثنين، سالب اكس اس سالب اثنين. خلينا نوقف هنا، هذا راح يضل ما يخلص. هذا اذا نجي كاملة نقول x ونضيف للأس واحد، الأس القديمة واحد على نص، يعني نضيف له زائد واحد يعني نص، زائد الواحد بدل ما كتب واحد كتب اثنين على اثنين، مش يبقى عندي واحد زائد اثنين ثلاثة، إذن ثلاثة على اثنين x أس ثلاثة على اثنين على الأس الجديد، على الأس الجديد يعني هم على ثلاثة على اثنين، فعلى ثلاثة والاثنين تصعد فوق تنقلب القسمة إلى ضرب. طيب لهنا أنا يحتاج نكامل، أهم إذا نكامل راح يبقى عم يزيد. زين أنا أعرف كامل هذا الجزء، هسه هم أجي أشوف اللي أشوف هذا، أقول هذا المربع أعرفه كاملة، نشوف بي بس أكسات أعرفه كاملة، ليش ما أعرفه كاملة؟ كل أكسات يعني ما عندي دوال، لا عندي لين، لا عندي شيء غريب. فلهنا اوقف، يعني هسه هاي الخطوه لا امسح، لهنا اوقف ما داعي اكمل. طيب لان اثنين راح يعني هذا اذا اظل كامله ما راح يوصل للنتيجه، راح يظل يزيد يزيد، وهذا اظل اشتقه يظل يزيد يزيد. ف يعني هسه شو صار عندي؟ خليني ارجع القلم الاحمر. صار عندي هذا اللي الاكس مضروب في هذا الجزء، وهذا السهم هنا يجي. طيب الناتج راح يكون عندي هو يساوي لن الاكس في هذا الجزء، فلن الاكس تمام مضروب في 2 على 3 اكس اس 3 على 2 اكس اس 3 على 2
تمام، هذا موجب إشارته. وهنا عندي إشارة سالبة سالب تكامل، عندي x أس سالب واحد مضروب في هذا الجزء اللي هو، خلينا نطلع الاثنين على ثلاثة برا، أو لا خليني خلي سواها اثنين على ثلاثة، عندي x أس ثلاثة على اثنين تمام dx. زين، هاي الاثنين على ثلاثة ممكن أطلعها برا التكامل، هذا الجزء ما راح أعيده، خلينا نكمل. سالب خلينا نخلي اثنين على ثلاثة تكامل. هسه اكس أس سالب واحد ينضرب في اكس أس ثلاثة على اثنين، عند الضرب تجمع الأسس تمام. فايش عندي؟ عندي ثلاثة على اثنين ناقص واحد، الواحد اكتبه اثنين على اثنين يساوي يعني راح يساوي ثلاثة ناقص اثنين واحد على اثنين، فنص. راح يبقى عندي اكس أس نص، يعني جذر اكس دي اكس. طيب اذا هنا نكتب الناتج النهائي، هنا راح يصير عندي سالب اثنين على ثلاثة. طيب تكامل اكس أس نص قبل شوية كملنا هذا اللي هو اثنين على ثلاثة ثانية، هاي ما برا التكامل جبتها منها، هاي اصلا ما التكامل هذا الجديد اكس أس ثلاثة على اثنين زائد سي. هذا النزلة لان ما كتبتها، خلنا ننزل لان الاكس اثنين على ثلاثة اكس أس ثلاثة على اثنين. طيب هنا ناتج ياهو من عندنا، شو مطلع هو عامل مشترك بالنواتج؟ هذا 2 على 3 اكس اس 3 على 2 هو نفسه، هذا نفسه مثل ما عرفنا بالمقام قيمة الجذر، يعني هاي اكس اس 3 على 2 يعني تساوي جذر x، نفسها جذر x تكعيب. المقام هو قيمة الجذر اللي هو جذر تربيعي، والبسط الأس فوق الx. فهو هنا شو مطلع؟ مطلع هذا الجزء كله على المشترك، يعني موجود هنا عندي موجود هنا عندي تمام. فخلينا نطلع على المشترك 2 على 3 ونكتبه بشكل اللي هو جذر اكس تكعيب. طيب طلعت على مشترك افتح قوس، يبقى عندي هنا لن الاكس، وهنا عندي سالب 2 على 3 سد القوس بقى شيء لا زائد سي. طيب ياهم من عندنا الحل الصحيح، اذا الحل الصحيح بين عندي دي، فيقول لي تمام يو ار رايت يو جوت ات رايت. نحول على السؤال الثامن. السؤال الثامن عندي كسر لن الاكس، وهنا أنا بالمقام عندي اكس تكعيب. طيب نشوف شلون نحله. انا افضل يعني مو شرط، بس انا افضل اي مقام احوله اس سالب، يعني هنا أنا بدل ما عندي بالمقام اكس تكعيب اسويها اكس اس سالب 3 لن الاكس، نفس السؤال بالضبط dx. طيب لن الاكس دائما خليه بالمشتقة، فهنا عندي يو خلي خليها لن الاكس، وش بقى عندي؟ هذا اخذت لن اكس، اذا بقى عندي سالب انا دي اكس والسالب 3. طيب اخلي الاشارات موجب سالب موجب سالب، مشتقة لن الاكس واحد على اكس، او بدل ما اكتبها واحد على اكس خلي اكتبها اكس اس سالب واحد اكس سالب واحد. تكامل الاكس اس سالب ثلاثة اكس ينزل الاس اضيف لواحد، يعني هو سالب ثلاثة اضفت لواحد صار سالب اثنين، واقسم على الاس الجديد اللي هو سالب اثنين، خلي سالب هنا من الاكس وخلي الاثنين هنا
طيب هنا اشوف ذني بكون بس اكسلات فذني اعرفه كامل هنا بعد ما داعي اكمل هذا نظل مشتق يعني ما يوصل النتيجه هذا نظل كامله هذا يوصل مو ما يوصل لان الاس ده ينقص تشوف هنا سالب 3 صار سالب 2 يصير سالب 1 بعدين يصير اس 0 بس همين ما يوصل الى الصفر لان اكس اس 0 هي 1 فراح نبقى كامل يصير انه يصعد فهم ما يوصل النتيجه هنا ايش نقول؟ نقول خلي نوقف هنا بما انه انا اعرف هنا انا اكامل هنا انا اعرف اكامل فاوقف هنا اقول اول شيء اني اضرب هاي اثنين ما اعرف هذا السهم يجي طيب فالناتج راح يكون عندي يساوي لان الاكس تمام هاي الاكس وعندي x سالب 2 هاي إشارة سالبة هنا عندي وهنا موجب فهاي كلها سالب x سالب 2 راح أخليها بالمقام وعندي هم 2 بالمقام ف 2 x تربيع طيب هنا ايش عندي هاي سالب وهاي سالب فيصير موجب x سالب 1 في x سالب 2 بس ما ننسى التكامل نكامل احنا لان ده نمشي مو اجمال ده نمشي عدل وهنا وقفنا فنكامل عندي x اس سالب 1 في x اس سالب 2 على 2 طيب dx وتساوي هذا ما راح انا راح ابدي بالتكامل مباشره التكامل راح معناها ايش يصير اكس اس سالب 1 اس سالب 2 راح يصير اكس اس سالب 3 مو صحيح؟ والاثنين ممكن تطلع برا نص يطلع برا دي اكس فهنا النص ينزل تكامل اكس اس سالب 3 قبل شوي كان من هنا راح يصير عندي اشاره سالبه خلي بين قوسين سالب اكس سالب 2 على 2 زائد c وهذا ينزل يساوي ln x على 2 x تربيع وهم سالب طيب تبسيط اخير سالب ln x على 2 x تربيع تمام وش مسوي دقيقة؟ نطلع x سالب 2 يعني ما مراجع على x المقام اوكي خلي هاي ال x ارجعها x سالب 2 هاي المقام عندي فايش اقول؟ اللي بمقام خلي اقول يساوي سالب x سالب 2 لان ال x على 2 عندي هنا 2 بالمقام هذا الجزء الأول زائد هنا نص في نص ربع ها مو زائد هاي سالب ليش؟ هنا عندي إشارة سالبة أخلي سالب نص عندي هنا هنا عندي 2 بالمقام فيصير 1 على 4 x سالب 2 زائد c طيب هنا أجي أبوع على الخيارات الخيار A اصلا ما بي زائد سي فهذا تلقائيا غلط يعني ما بي زائد سي اشوف باقي الخيارات كلهم بيهن 1 على 4 صحيح واكس اس سالب 2 فهو شو مسوي ماخذ ال 1 على 4 اكس اس سالب 2 على مشترك فهنا اجي اطلع ال 1 على 4 اكس سالب 2 على مشترك شو بقى عندي بالقوس الاول يبقى عندي سالب لان الاكس طبعا 2 لازم اخلي 2 هنا لان اصلا مطلع 1 على 4 عندي بس 2 بالمقام فلازم اخلي 2 بالبسط 2 لان الاكس تمام وش بقى عندي هنا سالب هذا كله طلع مشترك فيبقى سالب 1 زائد سي طيب ياهم يعني يشبه هذا الحل لازم واحد بي سالبين فندور ماكو واحد سالبين هنا هذا الأخير هم السالب هم طلع مشترك
فهذا السالب هم طلع مئوية الواحد أربعة، فإذا هذا الجواب الصحيح C. فنختار السي. طبعا أنت إذا يعني يريد منك الحل ما منطق خيارات، ممكن تحل توقف الناتج وين يوقف، يعني بعد رأسا بعد ما تكامل توقف هذا وخلاص الناتج وهذا الناتج خلاص. لكن إذا الأسئلة خيارات فالأسئلة راح تكون أصعب. إذا خيارات دائما الأسئلة الرياضية إذا بها خيارات أصعب، لأن يعني أنت ما تدري هو شلون مبسط وشلون مطلع على المشترك، بس تقدر تحلها مو صعب، تقدر تشوف الخيارات اللي عندك وتشتغل على أساسها. طيب هنا عند الثامن نبدأ حسب التاسع. هنا السؤال التاسع ايش عندي؟ عندي كوساين اكس ويز اكس. تمام، نسوي الجدول. يو وفي. بس تقول يا اختار اليو يا اختار الفي. اذا اختار الكوساين، الكوساين واحد يظل كوساين ساين كوساين ساين، يعني ما يوصل شيء، واليوز اكس يبقى نفس اليوز اكس. فشو نقول؟ ماكو اي فرق، يعني ما تختار اي شيء باي مكان مو شرط، يعني ماكو اي فرق. فنجي نقول خلي اخذ لي الكوساين مثلا بالمشتقة مرة، وخليها بالتكامل كوساين اكس هنا يوس اكس، خلي اشارات موجب سالب موجب سالب. هذا النوع من الاسئلة بين اثنينهن راح يبقى نفسهن، يعني هنا الكوساين يا اما ساين يا اما كوساين عندك، واليوس اكس باقي نفسه، فاثنين هنا راح يكون يعني تكامل انت ما تعرف تحله. فشو نقول هنا؟ نضل نشتق بيهن الى ان نوصل الشكل يشبه الشكل الاصلي، يشبه بس الاشارات ما تهم، المهم نفس الشكل الاصلي هذا. اما اذا عندي اشارات او مثلا اعداد، يعني مثلا بدل ما كوساين اكس يوس اكس مثلا يطلع لك 3 كوساين اكس يوس اكس، هذا هم ناخذ. هسه اشوفكم هاي الطريقه شلون. طيب عندي يوس اكس كوساين اكس، اشتق اليوس اكس نفسه يوس اكس، ومشتقة الكوساين اكس ساين اكس، عفوا تكامل، هذا تكامل كوساين اكس ساين اكس. زين، حصلت نفس اللي بالسؤال عندي؟ لا، اكمل. عندي هسه يوس اكس تنزل نفسها، وهنا تكامل الساين سالب كوساين سالب كوساين اكس. طيب حصلت نفس الادي بالسؤال؟ نعم، لان اذا اضربهن راح احصل نفس اللي بالسؤال. فلهنا اوقف، لهنا خلاص وقفت، هنا راح اوقف. طيب نفس الخطوات بالضبط، يعني ما ده اسوي شيء جديد، يعني هاي سؤال هنا ترى يساوي، نقول يساوي هذا في هذا وهذا في هذا، هاي نعرفهم، وهذا السهم هم يجيش هذا في هذا. بس هنا أنا من أكتب يساوي، أكتب السؤال قبله، أكتب كوساين، خلي أمسحها يساوي شوي أقربها، أقول السؤال نفسه أكتبه كوساين الإكس يوس اكس يساوي هذا في هذا. ها انت كامل ما انسى، ودي اكس ما انساها، ايوه دي اكس ما انساها. طيب يساوي هذا في هذا يوس اكس ساين اكس طيب، وهذا في هذا يوس اكس، طبعا هذا سالب وهذا سالب، راح يصير موجب هم زائد يوس اكس كوساين اكس. طيب هسه ذني اضربهن يوس اكس في كوساين اكس، تمام، وذني التكامل اللي عنده امشي هيج موازاة امشي، راح اكمل هنا، اقول هنا اكمل، راح يكون الاشارة مالتي سالبة، تكامل انزله ما انسى، لنضرب هيج افقي يعني مو مائل. ف نقول هسه هنا ننزل نفس المكتوب هنا، ننزله هنا، هو وين وقفنا؟ وقفنا من صارت تشبهها، فننزله كوساين اكس تمام يوس اكس
دي اكس. تمام، هسه اشوف الادب السؤال. عندي هنا كوسين اكس، غير لون القلم. عندي هنا هذا صحيح يشبه هذا مضبوط، وهنا عندي علامة يساوي، فهذا احوله للطرف الثاني، هذا اشارته سالبة. اذا هنا احوله للطرف الثاني شو يصير؟ موجب. او اقول اضيف هاي الكلمة اضيفها للطرفين، ماكو اي فرق. فهذا اذا حولته هنا راح يصير عندي اثنين من عند هذا نفسه يشبهه، ما صحيح؟ هنا اشارته سالبة، يتحول يصير من جهة ثانية مع يساوي يصير موجب. فراح راح يصير عندي؟ راح يصير عندي اثنين تكامل كوساين اكس يوس اكس دي اكس يساوي بقت بس هالكلمة عندي، هالكلمة حولتها للطرف الثاني، بقت بس هالكلمة عندي، يساوي يوس اكس ساين اكس زائد يوس اكس كوساين اكس. تمام، اقول هاي الاثنين بقت عندي اقسمها على الطرفين، يعني هنا اقسم على اثنين وهنا اقسم على اثنين، فالناتج راح يكون عندي هو شو مسوي الناتج حتى ما ابادر، نطلع النص يوز اكس مثل ما قلنا بنقسم على اثنين، فالنص هنا راح يصير عندي مضروبه في هذا كله، هذا كله اقدر اطلع منه يوز اكس على مشترك، مو صحيح؟ يوز اكس على مشترك ايش يبقى عندي؟ ساين اكس زائد كوساين اكس. سد القوس زائد سي، فالحل عندي نص يوس اكس سين اكس زائد كوسين اكس. البي عندي الحل البي هو حل الصحيح، فتمام يو ار رايت. مثل ما شفنا هذا النوع من الاسئله شويه مختلف عن الباقيات. هسه نحاول على السؤال العاشر. السؤال العاشر عندي سين اكس كوسين اكس، هذا السؤال مثل الفات مثل قبله، وذني كل الافكار اللي جنب التكامل بالتجزئة، ذني كل الافكار هاي اقوى فكرة عنهم. تمام، بس كنت تعرف تشتق كنت تعرف تكامل. فهنا ايش عندي؟ يو وفي، طبعا ما يهم لان اثنين هن يعني ما يكون، تظل تحاول ساين كوساين ساين كوساين. فنيجي هنا مثلا خلي هنا ساين ساين اكس، هنا اخلي كوساين اكس، ما تفرق. تمام، اشارات موجب سالب موجب سالب. اقول شو وقت اوقف؟ ذني مين يعني اذا اظل اشتق وظل كامل ما يوقفن، فشو وقت اوقف؟ اوقف لما اوصل للي عندي بالسؤال، نفس الشكل اللي عندي بالسؤال اللي هو نفس هذا الاول، نفس هذا الخطوه الاولى. ساين اكس كوساين اكس، مشتقة الساين كوساين كوساين اكس، تمام، ومتكامل الكوساين ساين اكس ساين اكس. هسه شنو مشتقة الكوساين؟ سالب ساين. متكامل الساين سالب كوساين سالب كوساين اكس. طيب أنا هنا هسه حصلت نفس الشكل عندي بالسؤال، إيه نعم، عندي ساين وعندي كوساين. أنا هنا أخذت من الواحد حقيقة، أصلاً بالخطوة اللي قبلها أنا محصل الشكل نفس بالسؤال، عندي ساين في كوساين، فهاي الخطوة الأخيرة ما لها داعي، هاي هنا نوقف ما لها داعي. طيب، هنا أنا وصلت لنفس الشكل عندي بالسؤال، فنشتغل شغل عادي، نقول هذا في هذا. وهذا في هذا هنا نمشي نمشي لهنا وقفنا. تمام، نكمل الحل، نقول ويساوي، نكتب طبعا هنا نكتب نفس السؤال او خلي هنا يساوي، انما انا كاتب هنا يساوي ساين اكس في ساين اكس، هنا عندي ساينين ضربا اشاره موجبه، ساين اكس في ساين اكس، فساين تربيع الاكس احسن عندي. طيب هنا عندي كوساين في سالب، بس يمشي لين افقي اخلي له تكامل، اشاره سالب عندي، فسالب تكامل
كوساين اكس في ساين اكس، او اخليها مثل السؤال ساين اكس كوساين اكس دي اكس. طيب هنا هذا احوله للطرف الثاني مثل ما نعرف نفس السؤال السابق، هذا جزء يشبه الجزء اللي بعد اللي يساوي يشبه هذا الجزء وصحيح، فنحوله للطرف الثاني إشارة سالبة، يعني حاول يصير موجب فيصير عندي اثنين من هذا. احنا أنا بالطرف هذا شو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي اثنين تكامل ساين اكس كوساين اكس تمام دي اكس، صار عندي اثنين هنا. ايش بقى عندي ورا اليساوي؟ بقت بس هاي، بس هاي ساين اكس، بتنزل ساين تربيع اكس. طيب هسه نقسم على اثنين طرفين حتى نتخلص من هاي اثنين، هاي اثنين تروح وهنا تنزل عند اثنين، فالناتج راح يكون عندي هذا زائد سي ماينس زائد سي ساين تربيع اكس على اثنين زائد سي. هاي الاسئلة بسيطة جدا وحلوة. خلص فياهم من اثنين، فنشوف هنا الاي عندي الاي يشبه الجواب اللي مطلعه، يعني نص ساين تربيع الاكس زائد سي. هنا يقول لي اور هذا الشكل. طبعا اذا تشوفون هذا السؤال ينحل بالتعويض، ليش؟ لان الكوساين اكس مشتقته موجوده ساين اكس، ساين اكس هم مشتقته موجوده كوساين اكس، فنقدر ناخذ اليو دي يو ونحل السؤال ببساطه. طبعا دني نص ساين اكس نص ساين تربيع اكس مساويه بالضبط، يعني هاي يعني هاي مو نقول انه النواتج مختلفه، لا النواتج ما مختلفه عندي، لان يعني نص ساين تربيع الاكس صحيح يساوي سالب نص كوساين تربيع الاكس، يعني هذين شكلين مختلفين نفس الداله. يعني شلون مثلا من اقول لك اكس اس سالب واحد يساوي واحد على اكس، واحد على اكس نفس الشيء، هذين نفس الشيء يعني نفس الدوال، ما بيناتهم اي فرق، مثل اكس اس سالب واحد يساوي سالب واحد على اكس، ماكو بيناتهم اي فرق، فالناتج هنا عندي اي، فاختار الاي. تمام، فلهنا حلينا 10 اسئله عن التكامل بالتجزئه integration by parts، طريقه الجدول اللي هي اسهل طريقه وتستعمل بكل الاسئله مع integration by parts. يعني ماكو سؤال يقول لك استخدم جدول بس استخدم جدول، لا انت هذا القانون تكتبه وتكتب الحل جوا القانون وخلاص. واتمنى استفاديتوا، ارجعوا للاسئله حلوهن بايدكم وراح تضبطون الموضوع بشكل مو طبيعي. وشكرا.